بقى بزمتي يا بنت عمي، ما تعرفيش الحاجة مجمعنا كده ليه؟ سألناها قبلك يا ناصح. ولا ما حد فينا عارف حاجة. انتوا مستعجلين على ايه؟ دلوقتي نعرف. ان شاء الله خير يا جماعة، عم الحاج ما يجيش من وراء الا كل خير. طب بس احسن اهو جاي اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يابا ازيكم يا اولاد؟ الله يسلمك يا حاج. اتفضل اتفضل يابا. اتفضل يا حاج. الله يخليك. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضلوا اقعدوا اقعدوا. عاملين ايه يا اولاد؟ الحمد لله. الحمد لله. منتظرين يعني الموضوع المهم اللي انت عايزنا فيه. اه شوفوا بقى، بقاني دلوقتي كبرت وصحتي بقت على قدي، وانتم كل واحد فيكم ملهي في حياته ويحق لكم، اني مش بلومكم، بس الواحد كل ما بيكبر اكتر كل ما بيحتاج لخدمه اكتر. ايوه يابا، محدش فينا يقدر يتاخر عليك. كلنا تحت رجليك يا حاج. تعيش يا ابني، لكن برضو الامر ما يسلمش. ساعات بتعب في نصاص الليالي ما بلاقيش اللي يجتني. يابا ما انت حساسيتك ازاي ده؟ دي ما تنفعش. انت اصول اول ما تحتاج لاي حد فينا تندع علينا على طول وفي اي وقت. والله انا كذا مره اقول له الكلام ده. يا اولاد اسمعوني للاخر وما تقاطعونيش. البني ادم لما بيكبر بيحتاج لحد يلازمه على طول، يكون ستر وغطى ليه وياخد باله منه. يا عمي انا بنت اخوك، يعني بنتك وستر وغطى عليك، واي حاجه اني تحت امرك. هو اني قصرت في حاجه؟ بس يا عمي اسمعوني للاخر. افرضوا يعني تعبت تعب جامد ومحتاج لحد يدخلني الحمام. بعد الشر عليك يا عمي. افرضي طلع لي دم في مكان حساس ومش ممكن تكشفي عليه. يعني انت شايف ايه يا حاج؟ الحكايه ايه يابا بالظبط؟ الحقيقه اني فكرت في كل الحاجات دي وقررت اني لازم اتجوز. تتجوز؟ تتجوز بعد العمر ده؟ يعني ايه بعد العمر ده؟ هو انا بقيت كهنة خلاص ولا ايه؟ لا يا عمي، ازاي بعد الشر عليك؟ يعني ناوي تجيب ست جديدة تعيش معانا هنا بعد ما بقينا في السن ده يابا؟ وفيها ايه؟ هو انتم هتقعدوا في بعض؟ وهتعيش ويانا هنا في الدار؟ وانت فاهمة انني هاخد لها دار لوحدي ولا همشيكم من هنا؟ ويا ترى هي مين يا حاج؟ لسه ما وقعش اختياري على حد. انت رايح فين يابا؟ احنا لسه ما قلناش راينا في الموضوع. انا مش جاي اخد رايكم يا ابني، انا بديكم خبر بس عشان تعملهم حسابكم. يا لهوي، يتجوز؟ مين اللي قال الكلام ده؟ شاكر لسه مكلمني في التليفون. وايه اللي طلعها في دماغه مره واحده؟ يا دي المصيبه، يا دي النايبه اللي جات لنا على غفله. وما قالش هي مين؟ لا، قال لسه ما اختارش بس هيتجوز. هيتجوز كلام ايه ده؟ طب وليه ما جابليش سيره؟ الله يخليك يا عمي، اتصرف وياه. معقوله؟ معقوله واحنا في السن ده يجيب لنا مرات اب؟ ابويا باين عليه اتخوت في نفوخ. بس يا بنت الكذب عيب، بلاش قلة أدب. خلاص يا عمي، أنا هنكتم أهو، بس الله يخليك تصرف وياه، ده أنت الكبير. يا بنت كبير ولا صغير؟ هو أبوك كان هيعمل حاجة عيب ولا حرام؟ لا طبعاً يا عمدي، ده شرع الله. يعني إيه؟ يعني أنتوا موافقين على اللي هيحصل ده؟ يا بنت نوافق ولا ما نوافقش؟ هو أبوك كان راجل صغير ولا كان هياخد الإذن؟ المهم إنها تكون ست طيبة وبنت أصول ومن مقامه. يلزمكش حاجه يا حاجه قبل ما امشي؟ كتر خيرك يا حسني. ايه مالك، حد زعلك؟ ابد مفيش. طب اقعدي اقعدي. امال شكلك متضايقه ليه؟ اصلا سمعت ان انت هتتجوز. طب ودي هدايك في ايه؟ ابد، انا كل اللي يهمني انت تبقى مبسوط ومتهني. بس يا ترى بقى مين اللي هيسعدها زمانها دي وهتتجوز؟ بكره تعرفي. قولي لي يا حسني. نعم. ايه نفسك اللي تتجوزيه يكون ايه وصفه؟ وصفه؟ ايوه، يعني عايزاه شكله ايه؟ يكون زيك كده يا حاج، حته منك لا اكتر ولا اقل. يا بنت انا بتكلم جد. واني والنبي كمان بتكلم جد، انا عاوزاه حته منك. هو في زيك في الدنيا كلها يا سيدي الحاج؟ ده انت سيدي الناس كلها. عموما بلاش نقدر البلاء قبل وقوعه. ما هو مدام ناوي يبقى اكيد هينفذ قراراتي. ما انت عارف ابوك، يمكن ربنا يهديه ويرجع في كلامه. وما رجعش خلاص هنعمل ايه؟ ادي الله ادي حكمته. يعني ايه؟ هنستسلم كده؟ يا شاكر، اللي هيعمله ابونا لا هو عيب ولا حرام، ده شرع ربنا. انت هتجنني يا راضي. ازاي يعني نسمح لواحده غريبه تتزرع وسطنا فجاه كده؟ يا راضي احنا مش صغارين، احنا بقينا رجاله دلوقتي. انا معاك، بس برضه ما نقدرش نمنعه، ولو ده حصل لازم نتكيف على الوضع ده ونقبله، خصوصا ان المبررات اللي هو قالها مقنعه ومفيش عليها غبار. يا راضي يا راضي، ابعد عقلك على الموضوع ده شويه، هتلاقيها مصيبه.
مفيش حاجة هتخلينا نقبل الوضع ده إلا إننا نحكم العقل. لو سبنا لقلوبنا وأحاسيسنا القرار هنلاقي روحنا واقفين قصاد أبونا، وساعتها هي دي اللي هتبقى مصيبة بحق وحقيقي. طب وموضوعني بس يا راضي؟ تقصد الخطوبة يعني؟ أيوه أكيد طبعا هتتأجل في الهوجة دي. الأول كانت الانتخابات، دلوقتي أبوك عايز يتجوز. سيبها على الله، أفتكر إن عم العمدة هيقدر يأثر على أبويا لما يحضر المجلس النهاردة بالليل. بس يا رب بقى أبويا يجي ويحضر المجلس من أصله. خبره يا عم، هو أنا هعمل حاجة عيب ولا حرام؟ محدش قال كده يا زكريا، بس أنت يعني دلوقتي ولادك ما شاء الله رجالة وكان لازم تشهرهم. ماني قلت لهم بدل المرة 10، محتاج لواحدة تخدمني وتراعيني في كبري. ما احنا كلنا حواليك يابا وشالينك في عينيني. ايوه يابا كلنا خدامينك، امر انت بس. هو احنا عمرنا اخرنا لك طلب الحج؟ جرى ايه؟ هو انتم ناويين تحجروا عليا ولا ايه؟ وبعدين انا بدي افهم، هو انا فكرت في حاجه غريبه ولا ده مش بالحق؟ لا طبعا يا حاج، من حقك تعيش زي ما انت عايز، بس اصلنا يعني اتفاجئنا بالخبر. ايوه واحنا من صغيرين يابا، وكان واجب تشورنا في حاجه زي دي. في الموضوع ده بالذات مالكمش شهور عندي، وبعدين انا اللي فكرت وانا اللي اخترت، وده من حق. خلاص يا ولاد خلوه على حريته، أنا من بكرة إن شاء الله يا زكريا حنزل ألف في البلد واللي حواليه وأشوف لك واحدة ست محترمة تكون أرملة ولا مطلقة تناسب مقامك وسنك. ماشي دور عليه واتجوزها أنت. إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنا ماليش عيل عشان تختارولي. أنا اللي هتجوز وأنا اللي هختار. هختار إيه؟ أنا خلاص اخترت، توافقوا ترفضوا ما تفرقش معايا. ودي مين دي اللي اخترتها؟ حسني بنت بخيت. مين؟ حسنى الخدامة بنت ربحي. ايوه حسنى بنت بخيت. ايه رايكم بقى؟ اي على الاقل مش غريبة عن الدار، وبعدين بنت غلبانة يتيمة ملهاش لا اهل ولا قرايب، واخدة عشاقي هتعيش تحت طوعي، ما يبقاش ليها في الدنيا غيري. مش احسن ما اروح اخد لي عظمة كبيرة لو رقدت ترقد جنبي، ولا روح اخد لي واحدة عاملة لي فيها بنت بارنديلو لو قلت لها كلمة ترد عليا بعشرة؟ هي هتشيلني وتعيش على فضلة خيري صغيرة وبعافيتها. لا حول ولا قوة الا بالله. انك شايف الوحش اللي فيها كله حلو يا زكريا؟ البنت دي اكيد عملك عمل يابا. يابا البنت دي رد لعقلك يابا، اللي بتقوله ده هيضحك الناس علينا. الناس بتقول عليك اتجننت ولا جرالك حاجة في عقلك؟ اخلص يا عيني. ما حصلتش الضحك، محدش ليه كلمة تانية عندي في الموضوع ده، انتوا فاهمين؟ واعملوا حسابكم حسني هتكون على سمتي في اقرب وقت. اوعى من وشي. يا دي الفضايح يا دي القرف. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ملقاش غير الخدامي والله لو عليا لسمها واقتلها. دي مصيبه قويه بقى الحاج زكريا اللي عقله يوزن بلد يبص لواحده زي دي غير ما هي خدامي، دي من دور اصغر عيل في عياله. اكيد البت دي لعبت بالراجل ولحست عقله. انا مش مصدقه بقى بنت رابحه تبقى مرات عمي، تبقى ست الدار على الصغير والكبير ازاي بس. وعمي عم ايه اللي جراله؟ ايه اللي خبطه في نفوخه؟ لا بس ارجع اقول احنا المحقوقين، كنا بنسيبها تطلع له وتقعد عنده كتير. قال ايه؟ بتخدمه بتناوله حاجه، ويا عالم يا عالم ايه اللي كان بينعمل فوق تاني. يا بنتي هو في حد كان يصدق ان الحكايه دي تحصل؟ لو كان في بالي ان ده هيجرى لدقلت بابي بالطوبه والحجره. يا شماتت العيله فينا. اي هتعارك مع ابويا يا اما اجز رقبتها بسكينه، بس ايه ان شاء الله تكون تلمي. انت يا بنت انت وهي صوتكم وصل لغايه الرجاله تحت، والحكايه مش ناقص، هم شايتين ومولعين خلقه. وعم زكريا خلاص ساب المجلس ومشي ومصمم على اللي في دماغه. يا لهوي يا لهوي، ما تسكتوش لازم تتصرفوا، احبسوه في اوضه حديد زي المجانين. اختشي يا بنت عين الكلام ده، الحكايه مش ناقصه. ما احنا عقلنا هيشد يا ثروت. يا دي الفضايح يا دي الفضايح. يوصيني وحلت على دماغتني. استر من الفضايح يا رب.